قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدر أوامره بإطلاق اسمي الشهيدين إمام المسجد الكبير الشيخ دكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني على مسجدين جديدين في البلاد. وأضاف الجبري في تصريح صحفي أن هذه المكرمة الأميرية تأتي تكريما من سموه للشهيدين الكويتيين اللذين اغتالتهما يد الغدر والإرهاب في حادث الاعتداء الأليم ولما لهما رحمه الله من دور بارز في الدعوة والعمل على ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية السامحة. وذكر أن هذه المكرمة الأميرية بيّنت العلاقة الوثيقة بين الحاكم وأبنائه، فأيادي سموه حفظه الله تمتد إلى جميع أبنائه في كل ظرف وبأي حال لتداوي الجروح وتخفف الآلام وتكشف تلاحم ووحدة صف الشعب الكويتي وقربهم من القيادة السياسية الحكيمة.